اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، رجعنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل. خلوني ارحب بضيوفي الكبار اللي هيكونوا متواجدين معنا في هذه الفقره. الاستاذ جمال الزهيري ناقدنا الرياضي الكبير، ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك كابتن اسلام، منور الدنيا. ايضا استاذنا والاستاذ سامي عبد الفتاح، ازيك يا استاذ سامي؟ مساء الخير. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. خليني ابدا مع حضراتكم النهارده، واكيد هبدا كلامي عن المؤتمر الصحفي النهارده اللي اقيم للاعلان عن شراكه لمدة 4 سنوات قادمة ما بين النادي الأهلي وشركة اتصالات مصر. ده بالتأكيد طبعا في إطار السياسة اللي ماشي عليها مجلس إدارة النادي الأهلي. نعم. إن هو ماشي بخطة منظمة لدعم النادي وإضافة أشياء جديدة. نعم. في إطار برنامج الانتخابي للنادي اللي هو منه كمان افتتاح الفرع الجديد. اما بالنسبه طبعا لاعلان النهارده في الاجتماع المؤتمر، المؤتمر يعني اللي هو اعلان الرعاه او احد الرعاه الاساسيين يعني اتصالات، فطبعا ده زي ما قلت لحضرتك بيجي في اطار انه النادي الاهلي ماشي بمنهجيه، واخد بالك، لزياده تمويل النادي. نعم. يعني زياده التمويل لمجابهه المصاريف الكتيرة جدا اللي بتفرض نفسها على النادي الأهلي على طول. حقيقي. وبتدعم خطة النادي الأهلي في افتتاح مشروعات جديدة زي ما قلنا، بقى في الفرع الرابع على الأبواب إن شاء الله. فطبعا كان مؤتمر أكيد مفرح لكل المنتمين للنادي الأهلي وكل جماهير النادي الأهلي سواء أعضاء أو جماهير، لأنه هو ده المستقبل بالنسبة للرياضة المصرية. صحيح. أن تعتمد الأندية على نفسها في التمويل وفي المصاريف يعني. صحيح يا أستاذ سامي، أنه موضوع الرعاة أصبح موضوع مهم جدا جدا في عالم كرة القدم وفي عالم الرياضة بشكل عام. بالضبط. خصوصا أنها ليست رعاية فقط، ولكن هي شراكة استراتيجية لمدة 4 سنوات وشراكة تكنولوجيه برضو لمده 4 سنوات مع اتصالات مصر. وبالتالي احنا شايفين ان من الممكن جدا ان النادي الاهلي مع احد المؤسسات الكبيره العريقه اللي موجوده في الدوله المصريه، مع ايضا مؤسسه اتصالات مصر وهي احد المؤسسات الكبيره في مصر، هيعملوا حاجه كويسه جدا مع بعض، او يختلفوا بعيدا عن الشكل النمطي للرعاه. انا يهمني قوي اركز على كلمه الشراكه. نعم. لأن الأهلي أكبر من يكون بيدور على راعي ولا حاجة، لا، الأهلي اسمه كبير، فبيخش مع كيان ما هو شراكة متبادلة ومنفعة متبادلة للطرفين. نعم. فهي فعلا شراكة زي ما قال الكابتن الخطيب في المؤتمر، هي شراكة متبادلة وخطوة مهمة جدا لصناعة كرة القدم وصناعة الرياضة بصفة عامة. صحيح. لأن كرة ما بقاش هواية بس صناعة. دي نقطة مهمة جدا جدا يا كابتن، إن الصناعة دي محتاجة شغل فهم وإدراك لمتطلبات هذه الصناعة، وده موجود في كل العالم. صحيح. يعني موجود في كل العالم. هو النادي الاهلي سابق شويه للانديه يعني المصريه. صحيح. والنادي الاهلي بصفته رائد الانديه المصريه فهو خد خطوات تحقيق الطفره او السبق يعني. فانا شايف ان النهارده اللي حصل النهارده في المؤتمر الصحفي مهم جدا جدا، بيدي الاهلي مكانته الحقيقيه، وبيدي مستقبل لطموحات الاهلي وجماهيره وادارته. ان يعني الاهلي كل يوم في التطور، كل يوم في التطور. نعم. وزي ما انت قلت في منشأ جديد في الجامع الخامس، ده مش سهل. في منشأ جديد ان شاء الله ننتظره قريب جدا للاستاد الاهلي في الشيخ زايد. نعم. ده برضه محتاج شراكة. هيجي فعلا من خلال الشراكات. الشراكات فدي خطوة أولى لما هو قادم أو للمستقبل. مستقبل.
خطوه اولى ان شاء الله تتبعها خطوه ثانيه. هو برضه يا كابتن اسلام، هو يعني استكمالا لكلام الاستاذ سامي، هو استكمال لخطه النادي الاهلي في موضوع الشراكات ده. نعم. والشراكات الاستراتيجيه زي ما عمل شراكه مع البريد مثلا، لو تتذكر حضرتك في وقت سابق يعني هذا العام، مع البريد المصري، مع الشراكه اللي بينه وبين استادات، شركه استادات وبرزنتيشن، يعني في، عارف، تحس انه في نوع، في فكر ورا هذا الموضوع، وده بالتاكيد بيعود باكبر الاثر على المظهر العام للرياضه المصريه. الحقيقه استاذ جمال برضو واحنا بنتابع المؤتمر سمعنا كلمه الكابتن محمود الخطيب، اعتقد انها كانت كلمه شافيه وشارحه لكل الامور الخاصه بهذا الموضوع تحديدا. بالظبط، وهو الكابتن محمود الخطيب زي ما احنا متعودين او الناس كلها متعوده ان هو ما بيخرجش يتكلم غير لما بيبقى فيه حدث معين. صحيح. مش مساله ان هو عامل مؤتمر للحوار او للحديث عن امور عشان يتكلم عن جمال مثلا. لا. او عن اسلام ولا لا عن لا, لا, لا. هو بيتكلم عن الاتصالات. هو الراجل في خطوات معينه هو بيعملها، الخطوات دي طبعا هو بالتعاون مع كل اعضاء مجلس طبعا الاداره. طبعا بالتاكيد. يعني انا لما بقول اسم الكابتن الخطيب بقول على اساس ان هو اللي بيمثل مجلس الاداره. بالظبط. صح. يعني فيها وعمل برضو ايه مؤسسي، يعني ممكن جدا يكون في عضو من اعضاء مجلس الاداره هو اللي مهتم بموضوع معين، في النهايه بيطلع العمل ده باسم مجلس اداره النادي الاهلي ككل. نعم. وده شيء برضو اللي هو العارف العمل الجماعي ده مهم جدا. طبعا طبعا، لانه بيدل على وجود مؤسسه قائمه بالفعل بتشجع حتى الرعاه على التعامل معاها. مظبوط. يعني النهارده لما يبقى فيه هذه الروح بين اعضاء مجلس الاداره او بين المجلس ككل، الرعاه نفسهم بيطمئنوا الى عمل هذه الشراكه مع النادي ده. نعم. ده شيء جميل طبعا، ويمكن احنا كلنا تابعنا هذا المؤتمر الصحفي للاعلان عن الشراكه، وفي حضور كل ضيوف الحفل المؤتمر. نعم. طيب استاذ سامي، برضو حينما تتابع هذا المؤتمر وما جاء به، يعني تشعر بالفخر وكذلك بقيمه ومكانه النادي الاهلي على المستوى العربي والافريقي؟ اكيد. انا رايي ان النادي الاهلي دخل في مسار الانديه العالميه، مش 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 بس عربي وافريقي، لا مستوى عالمي، وهو يعني له مردود جامد جدا في العالم. يعني الاهلي له مردود جامد جدا في العالم، واتصالات مصر بتاكد على هذا العمل الحقيقه يعني. فبالتالي انا شايف ان النهارده في خطوه جديده في مكانه النادي الاهلي، وفي خطوات جايه كتير. فالاهلي مش قادر عليه مكانته. نعم. العربيه والافريقيه، لا، لا، في مسار عالمي دلوقتي، وده مهم جدا للمستقبل. مفيش كائنات في العالم كله زي النادي الاهلي. نعم. في طريقه العمل واسلوبه بالظبط، ادارته يعني، ومكاناته يعني، مقراته يعني. كل الانديه ليها مقر او واحد او اثنين. النهارده بنتكلم في داخل في المقر الرابع او الفرع الرابع يعني. طيب برضه هو الكلام اللي قاله الكابتن الخطيب، لماذا النادي الاهلي، يعني لماذا تقبل الشركات الكبرى بحجم اتصالات مصر على انها تعقد هذه الشراكه مع النادي الاهلي؟ الحقيقه كابتن الخطيب ارجع الفضل كله لتاريخ وقوة النادي الأهلي. بالزبط. على مدار التاريخ، يعني ما هوش عمل ناتج وليد اللحظة. أيوه. لا، ده على مدار السنين تاريخ اسم متراكم. النادي والعلامة التجارية تاريخ متراكم. وجماهيره كمان. دي نقطة مهمة جدا، وده بيرجع جزء كبير جدا من الاهتمام يا أستاذ سامي، أو من الفضل، إلى الجماهير
والى محبي النادي الاهلي وإداراته السابقه يعني نقطة. انه في عمل متواصل مش مجرد انه ضربه حظ لا مش ضربه حظ ده هو نقدر نقول ايه مجمل اعمال ومجمل تاريخ بالظبط النادي الاهلي بيتجسد في مثل هذه الشراكات الكبيره لولا كده لولا هذا التاريخ ولولا هذه الجماهير ما كانش بالامكان ابدا ان يتعمل شراكات بهذا الحجم يعني الشراكه بتيجي مننا يا استاذ جمال بتيجي من ان الطرف الاخر شايف انه كسبان بالظبط يعني كسبان فائده متبادله يعني مش حد بقى ايه مركون على حد وبيعتمد عليه مش مجامله لا ولا فيها فائده للطرفين بالظبط هي دي مهمه جدا يعني طيب. ودي برضه يا كابتن هي اللي يعني انا بقول ان هي دي جوهر الشراكات اللي بيعملها النادي الاهلي بتعتمد جدا على اسمه وتاريخه وجماهيره واعضائه والمردود بالظبط والمردود للطرف الاخر ايوه طبعا وده بيعلي شان يعني انا بعتبر الحاجات دي هي صفقات بتتم بسبب انه العمل الجماعي في هذا المكان هو اللي بيؤدي بيك لهذا الطريق يعني طيب برضو عشان نقفل الموضوع بتاع المؤتمر الصحفي الحقيقه وبدايه الاعلان عن الشراكات ما بين النادي الاهلي والعديد من الكيانات هيكون البدايه كانت النهارده مع شركه اتصالات مصر ان شاء الله خلال الفتره القادمه هو الراعي الرئيسي يعتبر هو الراعي الرئيسي والراعي التكنولوجي للنادي الاهلي خلال 4 سنوات القادمه وبالتالي خلال الايام القادمه ان شاء الله سوف يتم الاعلان عن رعاة اخرين اكيد يعني من خلال او لما النادي اكيد بيجي يعلن عن اي شيء بيقول لكل الاعلام ففي النهايه عشان نقفل هذا الامر النادي الاهلي يا استاذ جمال لوحده اسمه لوحده يعني علامه كبيره جدا طبعا جدا وعلامه فارقه يعني هو تريد مارك يعني وانت النهارده ما هو ده اللي اكد عليه برضو الكابتن الخطيب النهارده في كلمته انه ده نتاج ل العلامة التجارية دي يعني العلامة التجارية اللي هي تاريخ ومشجعين وأعضاء كل هذه وبطولات وكل هذه الأمور في النهاية بتكون إيه اسم النادي الأهلي صحيح ويعتبر هذا يعني أنا عايز أقول إيه هو تتويج لمجهودات كبيرة جدا 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 وتاريخ اتبذلت على مدار التاريخ وتاريخ عموما كل التوفيق للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه في هذه الامور لانها امور الحقيقه ان شاء الله ستزيد من الصرف والصرف الاكثر على كمان الفرق خلال وتطوير الفتره مش على الفرق فقط ولكن هو التطوير بالفعل كاملا طيب يا استاذ سامي خلينا ننتقل بقى الى النادي الاهلي ان شاء الله النادي الاهلي بيستعد لمباراه المقاولون العرب في دور الثمانيه رؤيتك الفنيه لهذه المباراه يعني نشوف نرجع للمسارات اللي فاتت النتائج اللي فاتت ونشوف ان في حاله اصلاح كبيره جدا في الفريق وطفره في الاداء وكاس سوبر كل ده يعني يحط على اكتاف لاعبينا مسؤوليه كبيره جدا نعم فبالتالي كاس سوبر لا ان شاء الله يجي بعدها كاس مصر ان شاء الله فمباراه المقاولين خطوه نحو البطوله دي يعني بطوله كاس مصر الجايه ان شاء الله فانا شايف ان اداء الاهلي في تطور كبير جدا ومختلف كلياتا في الارض عن المواسم السابقه نعم في تسابق بين اللاعبين ان هم ياخدوا يعني يبقوا اساسيين يعني في التشكيله اساسيين في الملعب و ما يقعدوش على الدكه لان دي مسؤوليه كبيره جدا الاهلي خسر دوري الموسمين المتتاليين فبالتالي عنده مسؤوليه كبيره جدا استعيد البطولات المحليه بدا بالسوبر المصري وان شاء الله كاس مصر وباذن الله الدوري باذن الله يواصل مشواره في الدوري بقوه هو
ثلاث ماتشات كسبهم ولسه عندك دوري ابطال افريقيا كمان انت داخل في لسه طبعا فانا شايف ان الاهلي مبدئيا في حاله افضل من الموسم السابق وان استهداف البطولات دي مساله اساسيه عند جميع اللاعبين والجهاز الفني بالتالي ورؤية مجلس الإدارة إن شاء الله. إيه اللي بيعجبك في مستر كولر يا كابتن؟ أنا بصراحة من بداية وصوله إلى مصر المدرب يا كابتن إسلام مش فقط فنيات. الفنيات دي ممكن تكون في المرتبة أو يفترض إن هي موجودة عند أي مدرب أنت بتجيبه. اللي بيميز مدرب عن الآخر الشخصية. الشخصية دي اللي هي شخصية حازمة وفي نفس الوقت وقت الهزار فيه هزار وقت الجد فيه جد العدالة كراجل مسؤول عن فريق لازم يكون عادل بين كل اللاعبين أساسيين وبدلاء بحيث تنتقل هذه النقطة إلى كل اللاعبين يحسوا أنه لما أقعد احتياطي النهاردة أنا قاعد احتياطي لأن أنا مش لأن المدرب مضطهدني لا لأنه أنا ما وصلتش للمرحلة ها اللي تخليني أنال ثقته ولذلك احنا شايفين من أول وصول مستر كولر في لعيبة أساسيين كتير سواء في العلاج أو بعيد عن المستوى الفني بتاعهم مش متذمرين مش قلقانين لأن هم شايفين أن أي حد بيظهر قدر من التفوق في مركزه بياخد فرصته على طول واضح طبعا مستر كولر من اول ما جه حط ايده على حاجات كتيره برضو من الحاجات المهمه هو اعاد توظيف لعيبه كتير اعاد اكتشافهم واخد بال حضرتك فده عامل نوع من الحركه الجديده داخل فريق كره القدم وكمان يعني في واحد زي طاهر محمد طاهر مثلا معروف امكانياته انما انا شايف ان هو عنده ثقه فيه اكتر نتيجه ده كله يا كابتن الاداء متغير منذ بدايه توليه المسؤوليه افضل بكتير النتائج كمان على صعيد النتائج كاس السوبر دون ان نبالغ في حجمها صحيح احنا بنتكلم واقعيا صحيح ولكنها بطوله كانت مهمه جدا جدا للنادي الاهلي في هذه الفتره في هذه الفتره صحيح. لابد كان ان يحصل هؤلاء اللاعبين على بطوله لكي يبداوا الموسم الجديد والاهم ان يفوز على الزمالك والله حتى مع كل الاحترام الفوز على اي حد والحصول على البطوله طبعا مع الزمالك بتبقى لا رونق اكتر انما في الاساس الحصول على البطوله يا سامي ده بيدفع اللاعبين خلال المرحله اللي جايه ان هم يعني يبذلوا جهد اكبر للقطر بقى يشتغل ويخش يا مسهل يا رب ان شاء الله طيب خلينا طيب قبل ما نبدا برضو كلامنا عن المونديال عايز اقول لحضراتكم ان النهارده كان في لسه كنت بقول للاستاذ جمال انا لسه بشتكي لك ان الواحد بيتوه في الماتشات صحيح لكن المحلية. كان في ثلاث ماتشات اعتقد او اربع ماتشات في الدوري العام سمعنا والله يعني مشغولين في اسوان اعتقد اتغلب من هنقول لحضراتكم دلوقتي بقيه النتائج اللي انا فاركو والاسماعيلي اعتقد تعادل ايجابي 1-1 وفيوتشر كسب اسوان 2-1 اعتقد كان في مباراه ثالثه قولوا لي يا شباب ايه انت عندك كمان اربع ماتشات كاس عالم اربع ماتشات كاس عالم وما فيش ماتشات خالص كل يوم يعني انا الواحد يا دوب بيلحق ياكل لقمه في يعني النص في النص كده ما بين الماتش ده والماتش ده فالعمليه طبعا صعبه ومزدحمه يعني لكن نقدر نقول برضو انه مباراه المقاولين بالنسبه للاهلي مهمه جدا والمقاولين من الفرق رغم انه التاريخ بينحاز للاهلي انما من الفرق الثقيله المحترمه يعني حتى في اسوأ حالاتها وبعدين بيدربهم مدرب كبير شاور غريب طبعا
اكيد اكيد كل لعيبه الاهلي عارفين اهميه هذه المباراه يعني. مباراه كاس في الاول والاخر طبعا طبعا بتشيل مفاجآت لازم بقى تعمل حسابك لازم نعمل حسابنا على كل هذه المفاجآت. طبعا خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل بما اننا بقى عشان نرجع نتكلم عن المونديال وعن نعم عن كاس العالم عن كاس العالم نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ جمال خليني ابدا بحضرتك ورايك بقى في المونديال رابع يوم النهارده واربع ايام حد واثنين وثلاث واربع كلهم ايام حلوه. تمام. هو طبعا المونديال يعني واضح جدا انه دي بنعتبرها اللي هي الجوله الاولى او الجوله الافتتاحيه. نعم. فيها مفاجات كتيره جدا. هنبتدي من اول حاجه قطر. انا كنت متوقع ان مستوى منتخب قطر يبقى أفضل من كده. نعم. بس طبعا كان واضح جدا ان هم خايفين ومرتبكين حقيقي واعطوا الفرصة تماما لإكوادور ان هي تفرض الريتم اللي هي عايزاه وتحقق الفوز. عندك بعد كده انجلترا وإيران. انا بدي كده سريعا عن كل مباراة. انجلترا وإيران دول 14 مباراة لا لسه ما يجوش. لا انا عايز اقول ابرز 8 و3 11 1 12 طيب ابرز النتائج ما احنا عشان متفرج عليهم بقى ماشي ابرز ماشي. لا ابرز النتائج المفاجات طبعا فوز المنتخب السعودي صحيح على المنتخب على الارجنتين وبرده ده انا ببعت رساله من عندك دلوقتي يا كابتن لاي حد بيتكلم عن الماتشات قبل حدوثها انه ما يستعجلوش لا بس هو في برده يا استاذ جمال لازم في حاجات يعني واضحه بص لازم تقول انها واضحه 98% او 95 بس في 5% اللي طبعًا هي طبعا وارد انها تحصل وارد كره القدم ما كانش حد يتخيل ابدا لا ما حدش يتخيل ان السعوديه تكسب صحيح الارجنتين صحيح يعني لو في كلامه لا ما وبتاع حاجه زي كده صحيح مش حدش هيدي السعوديه لكن الحقيقه ان هم من بدايه المباراه حتى الجون اللي احرزه الارجنتين نقدر نقول ان هو اولا هو من ضربه جزاء في هدفين اتلغوا يعني دول تسللات فعلا يعني السعوديه تحملت كل الضغوط حقيقي حتى جاء الشوط الثاني مع بدايته كان واضح جدا ان في روح مختلفه واداء مختلف نعم واحرزوا هدفين متتاليين ولما يجيبوا جونين في الارجنتين حتى لو في وقت شيء مبكر جيد. شيء جيد جدا ولا يمكن يتنازلوا عنه نعم. يعني اللي احنا شفناه بقى بعد كده باقي المباراة كان عبارة عن استبسال وإصرار وقتال وخلاص انت على اعتاب ان انت تحقق نتيجة رهيبة يعني صحيح يمكن هذا الفوز شجع المنتخبات الاخرى على انها ما تخافش نعم. من المنافسين رغم انه حصل فيما بعد انه يعني مثلا بعد هذه المباراه تونس لعبت مباراه جامده جدا انا هتكلم على الفرق العربيه يعني قدام الدنمارك وقدرت انها برضو تحقق نتيجه والمغرب شبه جيده او جيده ثم مباراه المغرب وكرواتيا برضو تحس ان الاداء فيه عالي جدا عالي جدا واداء قوي جدا فين يعني نقدر نقول ان ده طمع كل المنتخبات في الفرق نعم. الكبيره نعم يعني حتى ان تصل الى المانيا اليابان نفسها ما هو اليابان والسعوديه هم يمثلوا الكره الاسيويه صحيح اليابان كمان قدمت عرض قوي رائع جدا جدا امام المانيا يكاد يكون شبه عرض السعوديه يعني في ملامح صح لان برضو من المانيا من ابطال العالم بس اليابان برضو لما تبقى يعني ما مش مصنفه انها تكسب المانيا صحيح اعتقد ان ده كله استفاد منه الاسبان ما نزلوا قدام كوستاريكا ما بيهزروش قال لك من الاول كده من اول ثانيه في المباراه وهم بيلعبوا على انه لا سبعه اذبح القطه على سبعة طول سبعه على طول تلاته امبارح كان معايا كريم سعيد قال لك هيكسب 6-1 مش معنى 6-1 قال لي هو 6-1 هو عاجبه الرقم كسبه 7-0 عاجبه رقم 6 يعني هم سبعه تمام استاذ سامي بعد اذنك برضو قول لي رايك بقى بشكل عام في كاس العالم يعني ايه اللي عجبك في كاس العالم التنظيم الاداره ايه اللي حصل؟ التنظيم على اعلى مستوى طبعا نعم. انا رحت قطر اكثر بره في وقت الاستعداد لكاس العالم نعم وشفت الانشاءات اللي
في فتره قياسيه جدا حقيقي. حاجه تفرح وتدعو الفخر في منطقتنا العربيه ان يكون في هذه الاستعداد. صحيح. طبعا وانجزوها خلال برضو فتره يعني فتره قصيره جدا يعني 10 سنين او صحيح حاجة صحيح 12 سنه بالظبط. فبالتالي انا شايف ان اللي حصل في قطر شيء يدعو للفخر في المنطقه العربيه او كاس عالم في المنطقه العربيه. فبالتالي انا شايف ان قطر فازت بكاس العالم. نعم. من التنظيم. كاس العالم للتنظيم. من التنظيم. نقول كاس العالم كأس للتنظيم. كاس العالم للتنظيم. تحيي حاجه رائعه جدا. فهي وكل الشكر لقطر والجمهور كمان حاجه تسهيلات. حاجه جميله جدا. تسهيلات عاليه جدا للجمهور. مش بس في الملاعب، خارج الملاعب كمان تحس ان هم يعني متفاعلين جدا مع الحدث. نعم. فطبعا انا زعلت جدا لخساره قطر في المباراه الاولى. نعم. لان زي ما الاستاذ جمال كانوا خايفين زياده عن اللزوم. زياده عن اللزوم. متوترين حقيقي. مع ان هم يا استاذ سامي برضو كان المفروض الاعداد النفسي ليهم يبقى افضل من كده، ان انتم مش خسرانين. عاملين اعداد فني كبير جدا. صح. وهم فرقه كويسه على فكره يعني. فيعني كانت مفاجاه جدا. غريبه جدا ان هم يظهروا بالشكل ده يعني. بالشكل ده وسط جمهور كبير جدا. نعم. ومنتظرهم. فانا شايف ان شاء الله البطوله نجحت من اول يوم الحقيقه. تنظيم رائع وشيء جيد جدا من الناحيه الفنيه برضو. حتى الان الامور لم تصل الى 40-50% لسه. بدري، لان لسه بقيه المنتخبات الوطنيه المنتخبات العامه. يعني بقيه المنتخبات هنشوف يا بكره هيبقى اخر حاجه في الجوله الاولى. في الجوله الاولى وبعد كده بقى نرجع نلف لفه ثانيه على الجولات بالكامل. المفاجات هتستمر يا كابتن. المفاجات هتستمر ليه؟ لان المنتخب السعودي ضرب ضربته الاولى وراء المنتخب التونسي والمغربي. المغربي ونشوف بقى اللي هيحصل ايه. الياباني صحيح. هنشوف مفاجأة. وبكره البرتغال هيلعب فهيبقى عندنا مباريات حلوه. هيبقى شفنا كل الفرق يعني. نعم. بكره يعني هيبقى شفنا كل الفرق. لما تقولنا الاسبوع الجاي نسالكم مين اللي هيكسب عشان تقوليش انا ما شفتش الفرق كلها. مين اللي هيصعد؟ لا انا اللي عايز اقوله كمان انه واضح جدا من خلال مباريات الجوله الاولى انه الفرق الغير مصنفه ليها دور عامله. يعني حاسس انا انها بتثور على سيطره الكبار. حقيقي. بنتمنى بقى انه ما يبقاش كل طموحهم يا كابتن اسلام انت كسبت الكبير. صحيح. عادي كمل بقى. يعني ما يبقاش طموحك ان انت نوصل من حته دي يا استاذ جمال ان الكوره اصبحت صناعه. طبعا. يعني السعوديه اليابان مش مجرد كره في الملعب لا طبعا الموضوع اصبح اكبر من كده بكتير. لا طبعا حقيقي. اصبح الصناعه في نديه جامده جدا. صحيح. وده اللي ظهر في نتائج الفرق. بالظبط. نتمنى يا رب ان احنا نتفرج على مباريات جيده خلال الفتره اللي جايه. بشكرك جدا يا استاذ جمال. شكرا جزيلا يا استاذ سامي على وجودك معانا. انا بشكر استاذ جمال طبعا واستاذ سامي على وجودهم معانا. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل احمد مجدي وعبد الرحمن بدر في فقرتنا المعتاده كواليس المونديال، ولكن بعد هذا الفاصل.